معانا دلوقتي كمان المهندسه امل مبدا، رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه. مساء الخير يا باشمهندسه، ازي حضرتك؟ مساء النور يا فندم، عامله ايه؟ الحمد لله. احكينا كده، الحمد لله، احكينا عن كواليس الاحتفاليه والاستعدادات، ويعني كان في مشاكل اللي كنتوا قلقانين، وبعدين لما شفتوا الاحتفاليه طلعت بهذه الصوره الجميله، يعني احكي لنا ايه الكواليس؟ بصي، الكواليس زي ما انت سامعه صوتي كده يا رانيا، يعني هل كان طبعا الولاد كلهم هلكانين، تعبنا جدا جدا، اشتغلنا كتير قوي، بس النتيجه رائعه. الحمد لله، الحمد دايما لله. النتيجه مع القادرون بالخلاف بتبقى رائعه. كنا بنشتغل 22 ساعه في اليوم و23 ساعه في اليوم. يعني يمكن وانت بتكلميني بنتي لسه داخله عليا، بقالي شهر ونص ما شفتش بنتي ولا ابني، ما باكلش يعني. لا يعني بصي، الموضوع كان صعب، وانه اتزنقنا في الوقت قوي، بس دايما القادرون باختلاف ما بيخذلني، ودايما هم بيعملوا يعني الابهار اللي انت بتشوفيه، ودايما جبر الخاطر بيجي من فخامه الرئيس، فكل الحاجات دي، العوامل دي مع بعض طلع النتيجه اللي انت شفتيها النهارده يا استاذه رانيا. الحمد لله، لا بجد مبروك، كان حاجه مشرفه جدا. بس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور دايما في قادرون باختلاف، ده انعكاسه ايه على ذوي الهمم؟ لا انعكاسه يعني قولي مش انعكاسه ايه يعني، لا هو الحقيقه داعم وبشده. يمكن النهارده قلت في كلمتي، لما يعني احترام الاختلاف بيبدا من القمه بيسهل امور كثيره، فهو يعني فخامه الرئيس نفسه بيدي رسائل طول الوقت، انصاته، صبره، احترامه، تحضره معاهم، دي كلها رسائل. لما رئيس الجمهوريه يتعامل مع القادرون باختلاف بهذا التحضر والرقي، فخلاص يعني المفروض ان احنا كلنا ده مثلك الاعلى، او ده المثل اللي المفروض ان احنا بنتبعه يعني. الدعم، الحنيه، الطبطبه، الولاد بتحبه بجد، جبر الخواطر، هو جبر خواطر النهارده. شوفي كام واحد في القاعه، كل اللي قال له عايز اتصور معاه، والام اللي طلبت، هو حتى اللي طلبها لما قال له عايز احيي امي، الولاد اللي طلبوا منه الصوره، اللي طلعهم جنبه ضحكته بقى وتهريجه معاهم وكده. ف يعني انا بعتقد ان الايفنت ده زي ما فخامه الرئيس قال ده بيبقى، حد ساله من الولاد فقال ده بيبقى احلى يوم في السنه، انا بستناه، والحقيقه هو بالنسبه لنا برضو بيبقى احلى يوم في السنه. ده صحيح، مبروك على نجاح الاحتفاليه، وان شاء الله القادم افضل دائما. بشكرك شكرا جزيلا المهندسه امل مبدا، رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه.